هساكو عرض قدامكم مو؟ تمام دكتور تمام. نحن بالمحاضرة السابقة أخذنا عن الكلوتينج تايم، كنا بالكلوتينج تايم نشوف إذا أكو خلل بالكلوتينج فاكتور لو لا، عوامل التخثر بس بشكل عام ما نقدر نعرف إذا أكو مشكلة بعامل معين. شرحنا الكلوتينج تايم شلون الكلوتينج عملية الكلوتينج شلون راح تصير بمسار داخلي وخارجي ومسار شرعي اللي عند تتكون عندي خيوط الفايبرين بالأخير اللي بالأخير راح تكون كلوتا أو خطرة دموية. شرحنا ايضا الطرق اللي نستخدمها مختبريا لتحديد الفلوتينج تايم وشرحنا بتفاصيلها طريقه السلايد وطريقه الكابلاري تيوب وطريقه التست تيوب وذكرنا المده الزمنيه اللي تستغرقها كل طريقه منهم وكذلك افضل طريقه منهم او رتبنا الطرق من الأسوأ الى الافضل او الافضل الى الأسوأ او الادق. بهذه المحاضره راح ناخذ البروترومبين تايم والبارشال ترومبوبلاستين تايم. دنة الاختبارين راح نشوف مسارات التخثر أي من مسارات التخثر بها مشكلة. البروترومبين تايم هو خاص بالمسار الخارجي والبارشال ترومبوبلاستين تايم خاص بالمسار الداخلي. طبعا المسارين أيضا أو من خلال الاختبارين أقدر أشوف أيضا إذا أكو خلل بالكمان بات واي أو لا. أهداف هذه المحاضرة بعد انتهاء هذه المحاضرة راح تكونون قادرين على أنه تعرفون شلون تتكون الخطرة الدموية بالإضافة تعرفون شنو مصادر الترومبوبلاستين اللي نستخدمها مختبرياً ل أو في اختبار البروترومبين تايم بالإضافة إلى تحديد البروترومبين تايم والبارشال ترومبوبلاستين تايم مختبرياً ومعرفة القيم الطبيعية إلها. أيضاً راح نعرف الحالات اللي تزداد فيها البروترومبين تايم والبارشال ترومبوبلاستين تايم. نجي على الاختبار الأول اللي هو البروترومبين تايم، اختبار زمن البروترومبين. هذا الاختبار يقيم لي المسار الخارجي من مسارات عملية التخثر. طبعاً البروترومبين تايم هو الوقت اللي راح نشوف فيه الخطرة الدموية اللي راح تظهر بالبلازما بعد ما نضيف خليط من الترومبوبلاستين اللي هو العامل الثالث بالإضافة إلى كلوريد الكالسيوم. مبدأ عمل البروترومبين تايم هو انه انا راح اجيب الترومبوبلاستين او تيشو ترومبوبلاستين اللي قلنا هو العامل الثالث وطبعا بوجود ايونات الكالسيوم والعامل السابع، العامل السابع موجود ضمن البلازما اللي الاضافات اللي راح اضيفها فقط هي الترومبوبلاستين والكالسيوم كلورايد او ايونات الكالسيوم مع بعضهم، من اضيفهم راح يكون المعقد مع العامل السابع الموجود اصلا من بالبلازما. من يكون هذا المعقد هنا تنشط عد المسار الخارجي الاكسترنسيك باث واي للكوجوليشن عمليه التخثر. من يتنشط او من يتكون عندي هذا المعقد اللي هو عباره عن العامل السابع والثالث راح ينشط لي العامل العاشر، راح اوضحها على المخطط بعد قليل. من يتنشط عند العامل العاشر راح يبدي يستمر المسارات التخثر او عمليه التخثر الى ان يتكون عندي بالاخير الكلوت أو الخضرة. إذا كان أكو قصور أو نقصان بأي عامل من عوامل التخثر اللي خاصة بالمسار الخارجي البروترومبين تايم الفترة مالته راح تكون طويلة. طبعا درجة الطول للبروترومبين تايم راح تختلف باستنادا على اي عامل من عوامل التخثر بها خلل او اذا كان هناك عامل واحد فقط بخلل او مجموعه عوامل تكون بها قصور او قله. اذا كان عامل واحد اكيد الفتره راح تكون طويله بس بشكل نسبي مقارنه اذا كان عندي عده عوامل بها خلل فتره البروترومبين تايم راح تكون طويله. هذا المخطط راح نوضح المسارات التخثر الثلاثة اللي نفسها شرحناها بالمحاضرة السابقة بالكلوتينج تايم. نحن هسه اللي جاي نشرحها هو عن الاكسترنسيك باث واي المسار الخارجي، المسار الخارجي اللي هو خاص باختبار البروترومبين تايم، بينما المسار الداخلي هو خاص باختبار البارشال ترومبوبلاستين تايم راح نجي عليه لاحقا. هسه علينا بالمسار الخارجي، البروترومبين تايم يقيس لي هذا المسار بالإضافة إلى المسار الشائع أيضاً. إذا كان أكو خلل بالمسار الخارجي أو بالمسار الشائع الكمان باتواي راح يظهر لي باختبار البروترومبين تايم ويكون زمن البروترومبين طويل. شلون يتنشط هذا المسار بإضافة التيشو ترومبوبلاستين
داخل الجسم من يتعرض الوعاء الدموي الى القطع راح يتحرر من الانسجه التيشو ترومبوبلاستين اللي هو الكلوتينج فاكتور الثالث. هذا العامل داخل الدم او اثناء الجرح او مختبريا من اضيفه الى العامل السابع راح يتنشط، لكن حتى يتنشط العامل السابع لازم اكو ايضا الكالسيوم، ايونات الكالسيوم. فايونات الكالسيوم راح تنشط العامل السابع وبوجود العامل الثالث. هنا ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي معقد اللي هو عباره عن العامل الثالث والعامل السابع متحدين مع ايونات الكالسيوم. من يتكون عندي هذا المعقد راح ينشط لي مباشره العامل العاشر. العامل العاشر بيكون inactive، بوجود هذا المعقد راح يصير active. بمجرد ما صار active هو راح يحول البروترومبين الى ترومبين. بوجود شنو؟ بوجود العامل الكومبلكس نفسه اللي تكون اللي هو العامل السابع والثالث وكذلك العامل الخامس والكالسيوم بالإضافة الى الفوسفوليبيد. من يتكون عندي الترومبين، الترومبين راح يحول للفايبرونوجين الموجود بشكل غير دائب في البلازما ويحوله، او عفوا موجود بشكل دائب في البلازما ويحوله الى شكل غير دائب اللي راح تبين على شكل خيوط الفايبرين. هذه الخيوط الفايبرين بالاخير راح تكون شبكه، هي راح تظهر على شكل الكلوتة او خطره دمويه. اللي ينطي قوه لالياف الفايبرين هذه او لهذه الشبكه راح تتكون هو العامل الثالث عشر. هسه البروترومبين اذا كان بمشكله، اذا كان زمن البروترومبين طويل، معناه انه العامل السابع الموجود هنا بخلل، كون انا ضفت العامل الثالث فما راح يقيس العامل الثالث، راح يقيس اذا كان اكو خلل بالعامل السابع راح يرتفع البروترومبين تايم. اذا كان اكو عندي خلل بالعامل العاشر ايضا راح يرتفع عندي قيمه البروترومبين تايم، وكذلك بالنسبه للعامل الخامس والعامل الثاني والعامل الاول. البروترومبين او الترومبين راح يتكون هو العامل الثاني والفايبرونوجين هو العامل الاول. فاي خلل بهذه العوامل اللي دخلت ضمن هذا المسار راح تظهر باختبار البروترومبين تايم على شكل فتره طويله لتكوين الخطره الدمويه. هذا بالنسبه للبروترومبين تايم. البروترومبين تايم هي عمليه التخطط، طبعا هي البروترومبين نقصد بها، راح يتم تحديدها بدرجه حراره 37 اللي هي نفس درجه حراره الجسم. نوفرها مختبريا هاي الدرجه باستخدام الووتر باث بوجود طبعا التيشو ترومبوبلاستين والكالسيوم، ايونات الكالسيوم. التيشو ترومبوبلاستين نحصلها من مصادر متعدده، والكالسيوم راح يجينا على شكل فياله موجود بها كلوريد الكالسيوم. المولاريه مالته تقريبا هي 25 بالالف. قلنا انه هذا المسار او البروترومبين تايم ينعكس لي ايضا فعاليه العامل الثاني اللي هو البروترومبين، والعامل الخامس اللي هو عامل مساعد لتحويل العامل العاشر الى العامل الثاني او لتنشيط العامل الثاني، ويحدد لي ايضا فعاليه العامل العاشر والفايبرونوجين اللي هو العامل الاول. القيمة البروترومبين اللي نطلعها ممكن نحولها فيما بعد الى نسبه مئويه، او نحولها الى قيمه الاي، او نحولها الى الاي ان ار راح نجي عليها لاحقا. جمع عينات الدم، عينات الدم اللي نجمعها لهذا الاختبار لازم تكون بتيوبة تحتوي على الصوديوم سيترات بتركيز 3.2 غرام اللي هي نفس هذه التيوبة. كل تيست تيوب داخل المختبر تشوفون اكو عليه علامة محددة انه الدم لازم يوصل الى هذه العلامة، هو المؤشرة باللون الاسود هذا السهم. المنتصف السهم او رأس السهم هذا هو الحد المطلوب لجمع الدم لهذا الاختبار. للاختبارات الاخرى مثلا اذا كان عندي تيوب اي تي اي او غيرها من التيوبات ايضا راح تشوفون اكو علامه، اذا ما وصل الدم الى هذه النقطه المعينه معناها الفحوصات اللي راح تسويها ما راح تكون دقيقه. فبالنسبه للبروترومبين تايم عين او البارشل ترومبوبلاستين تايم، العينتين نفسنا او الاختبارين الاثنيناتهم راح يتم جمع الدم بتيوب تحتوي على الصوديوم سيترات، وايضا نوصل الدم بها الى العلامه المؤشره على التيست تيوب. بعد ذلك راح نخلي التيوبا مالتي بالسنترفيوج. طبعا المده وعدد الدورات هذه تحددها الشركات المصنعه للكيت مال البروترومبين، ايش قد تزيد انه تكون الفتره اللي تخلي بها التيست تيوب داخل او التيوبا اللي
فيها صوديوم سيترات وعينة الدم داخل سنترفيوج. اكو بعض الكتلات تحدد انه 2500 دوره بالدقيقه لمده 15 دقيقه، واكو لا 10 دقائق وهكذا. الاختلافات هي او انت راح تمشي على المعلومات الموجوده بداخل الكيت الخاص بالبروترامبين وايضا للبارشال ترومبوبلاستين تايم. بعد ذلك يفضل انه انت تفصل البلازما من العينه بعد ما تم الفصل وتخليها بتيست تيوب اخرى، يفضل تكون بلاستيكيه ايضا. طبعا الترومبوبلاستين اللي نحن نستخدمها اللي هو التيشو فاكتور او العامل الثالث، نحن هو راح نستخدم التيشو ترومبوبلاستين او الترومبوبلاستين بالاضافه الى الكالسيوم كمحفز لتنشيط مسار الخارج وبالتالي المسار الشائع ايضا. الترومبوبلاستين هو كان سابقا يتم اخذه من دماغ الانسان، لكن فيما بعد انه شافوا التعامل مع دماغ الانسان هو خطر بيولوجيا، كمان انه ممكن الشخص اللي راح ياخذون منه عينات النسيجيه يكون مصاب بامراض فيروسيه او امراض اخرى. فشنو كان البديل؟ البديل انه نجيب على الحيوانات مختبريه اخرى مثل الارانب، الرابط الادمغه والرئتين مالت الارانب، اخذ الترومبوبلاستين منها ومعالجتها مختبريا حتى تكون جاهزه للاستخدام في اختبار البروترومبين تايم. اللي هنا اكو واحد عنده سؤال او اشكاليه، اي شيء مو واضح اعيد شرحه. صوتي جاي يوصلكم هسه؟ جاي يوصل دكتور. تمام تمام يعني ما عندكم اي شيء، نستمر. بالنسبة للبروسيجر الخاص بالبارشال ترومبوبلاستين تايم، طبعا انت راح تمشي على المعلومات الموجودة على الكيت فقط. هذا اللي شرحناه بهذه المحاضرة كبروسيجر، انا اخذته من بروسيجر الكيت موجود عندنا بالمختبر، لكن شفت البروسيجرات الخاصة بكيتات اخرى او من شركات اخرى مصنعة كانت الاضافات تختلف، النسب تختلف، الكميات يعني اللي يضيفوها تختلف من شركة الى اخرى، فانت راح تتقيد بالمعلومات الموجوده بالكيت. اول شيء راح نجيب الوركينج ريجنت ونخليها بدرجه حراره الغرفه. طبعا الريجنات الموجوده هي اكو فياله مكتوب عليها R1 اللي هو عباره عن ترومبوبلاستين بالاضافه الى الكالسيوم كلورايد الموجوده بها كمزيج واحد. بالاضافه الى ذلك اكو فياله اخرى مرفقه بها تحتوي على بفر، هذا البفر حتى تحل بالR1 اللي هو عباره عن ترومبوبلاستين مجففة ومجمدة نوعا ما، يعني هو مو بشكل مسحوق، لا تكون مجمدة لكن مجففة. تضيف البفر بحسب الكمية اللي تحددها الشركة المصنعة، كان تكون انه مرة تجيك انه الفيالة مالت البفر هي بها اصلا 3 أو 4 ملليلتر تضيفها مباشرة بشكل كامل الى داخل الفيالة اللي هي R1 الترومبوبلاستين، او مرات لا تجيك انه الفيالة مالت البفر بها 25 ملليلتر تضيف بها 3 ملليلتر او 4 ملليلتر حسب اللي تحددها الشركه داخل الار 1 او التيوب او الفيال اللي بها ار 1 وتمزجها وتخليها بدرجه حراره الغرفه. هذه هي في البدايه. بعد ذلك انت راح تاخذ الوركينج ريجنت اللي انت سويته، الوركينج ريجنت هو الاضافه للار 1 والار 2، صار عندك وركينج ريجنت، ريجنت جاهز للعمل. انت راح تخليها بدرجه حراره 37 اللي هي درجه حراره الجسم لمدة 15 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك مرات ممكن تجيك إنه الترومبوبلاستين موجودة بتيوب على حدة وعندك الكلوريد الكالسيوم أيضا موجودة بفيالة أخرى، يعني ما ممتزجين مع بعض. بهاي الحالة أيضا المفروض إنه تمزج التيوبتين بدرجة حرارة الغرفة درجة حرارة 37 لمدة 15 دقيقة. اللي راح نشرحه هسه إنه هو الترومبوبلاستين والكلوريد الكالسيوم هو بعلبة واحدة، يجيك بقارورة واحدة ممتزجين مع بعض جاهز للاستخدام او جاهز للاضافه بعد ما تحلها بالبفر وتخليها بدرجه حراره 37. بعد ما حضرناها بدرجه حراره 37 لمده 15 دقيقه حتى توصل الى درجه حراره الجسم، راح نضيف منها طبعا من البدايه المفروض انه نضيف 2 بالعشرة ملليلتر من هذا الريجنت بتيست تيوب، ونضيف بعدها
البلازما اللي اصلا تكون نحن المفروض انه البلازما نحن حاضنيه بالووتر بار بدرجه حراره 37 لمده دقيقتين. ناخذ من البلازما نضيف على الوركينج ريجنت. الكميه مالت البلازما هي 0.1 ملل يعني 100 مايكرو لتر من البلازما نضيفها على 200 مايكرو لتر من الوركينج ريجنت. بمجرد ما اضيف البلازما او بالعكس ممكن انه اضيف الوركينج ريجنت على البلازما، بمجرد ما امزج الخليطين مع بعض او اشغل ساعه الايقاف واحسب عدد الثواني اللي راح تستغرقها ظهور الخطره الدمويه او خطره من البلازما عفوا. طبعا هو بلازما راح تظهر به خطره. هذه الخطره راح تستغرق عده ثواني. الزمن البروترومبين تايم ايضا الرينج مالته يختلف من مختبر الى اخر، لكن هو شفت في اغلب المصادر من 11 الى 16 ثانيه. يعني خلال 11 الى 16 ثانيه من اضافتك للوركينج ريجنت على البلازما او البلازما على الوركينج ريجنت راح تشوف تكون خثره او كلوت. هذه الكلوت تستغرق 11 الى 16 ثانيه. طبعا يفضل ايضا انت من تضيف الاضافات مالتك اول 8 ثواني بقيها بالووتر باد على درجه حراره 37، او بعد ما اضفت الاضافتين مع بعض داخل التست تيوب وداخل الووتر باد نفسه، امزج التيوب داخل الووتر باد يعني تكون العمليه مالتك كلها بدرجه حراره 37. هذا بالنسبه للعمل اليدوي، انه انا راح اعيدها بشكل سريع. الوركينج ريجنت حضرته باضافه البفر على الريجنت واحد اللي هو عباره عن تيشرت ترومبوبلاستين وكاليسيوم كلورايد مع بعض، خليتها بدرجه حراره 37 لمده 15 دقيقه حتى توصل لدرجه حراره الجسم. بعد ذلك راح اخلي 200 مايكرو لتر من الوركينج ريجنت في التست تيوب واضيف عليها البلازما اللي انا محاضنها مسبقا لمده دقيقتين بدرجه حراره 37. اضيف البلازما 100 مايكرو لتر على الوركينج ريجنت وابدي احسب التايم او ساعه الايقاف، اشغلها مباشره واحسب ايش قد راح تستغرق فتره تكوين الخطره اللي هي غالبا راح تكون 11 الى 16 ثانيه. لان قيم البروترومبين تايم تختلف من مختبر الى اخر، شافوا انه اكو معادله ممكن اوحد بها قيم البروترومبين تايم او الاختلافات اللي راح تصير بين المختبرات المتعدده. هذه المعادله هي اللي معادله النسبه الطبيعيه الدوليه للبروترومبين International Normalized Ratio. هذه المعادله من خلالها نوحد قيم البروترومبين المختلفه. البروترومبين ليش تختلف قيمه من مختبر الى اخر؟ شنو سبب اختلاف قيم البروترومبين من مختبر الى اخر برايكم؟ ابراهيم حمد تسمعني؟ دكتور ممكن بس يعاد السؤال؟ البروترومبين تايم القيم مالته تختلف من مختبر الى اخر، شنو سبب اختلاف هذه القيم؟ نعم دكتور ابراهيم. حسب الكنترول اللي يستخدمه من شخص الى اخر. شنو اللي يخلي قيمه البروترومبين نفسها هي اللي تختلف؟ يعني مثلا انا عندي مختبر معين او مختبر في العراق الرينج مالته هو من 11 الى 16، مختبر اخر يحدد لي انه البروترومبين مالته الطبيعي هو 11 الى 13 ثانيه وهكذا. دكتور حسب الاشخاص اللي يشتغلون لهم كنترول يعني العفو، مثل كل مختبر عنده اشخاص، مثلا انا بالمكان مالي استخدموا الكنترول الي، مكان مالتك استخدموا الكنترول الك، فاكيد اكو فرق بيني وبينك. يعني المشكله بالكنترول برايك؟ اكيد 100%. هو اللي يخلي النتيجه تختلف؟ اي حسب توقعي ان الكنترول هو اللي خلى النتيجه تختلف. لا انا سويت الاختبار ما لي علاقه بالكنترول، ما قارنته ويا الكنترول. انا ليش اقارن مع الكنترول؟ هو ما عندنا احنا ماكو شيء بالكيت يخليني اسوي كنترول غير اني اسحب من شخص واسوي له كنترول. انت من اشتغلت الكنترول انت ايش سويت معناها بهاي الحاله؟ اشتغلت فحص مو بروترومبين تايم، اشتغلت الاي ان ار مو صحيح؟ لا اشتغلت بروترومبين. البروترومبين اذا استخدمت ويا كنترول معناه انت تريد تطلع منه معادله ثانيه، ليش تحتاج كنترول بهاي الحاله؟ اذا هو الكيت ما بي كنترول اما راح اطلع الكنترول يعني. انت تريد تطلع كنترول حتى تقيس بمعادله ثانيه اللي هي الاي ان ار.
استخدم هيلثي بادي، يعني هيلثي بيرسون، شخص سليم، وعن طريقه اقدر اطلع الكنترول. هسه قبل لا نجاوب على السؤال الاول صار عندي سؤال ثاني. تمام. الكنترول شلون راح تستخدم الكنترول؟ شلون تحضر كنترول؟ حاله اللي اعرفه انه يشتغل حاله حال الاختبار اللي يشتغله، انت شرط انه يكون اشتغلته يعني؟ نورمال، انت اشتغلته؟ شغل انت شرط انه مشتغل يكون بروتون نورمال، بينتايم؟ يعني انت مشتغل مشتغل بروتون بروس بينتايم مو؟ مشتغل بروس روم بالتالي. زين، الكنترول تشتغله على عينه واحده لو اكثر؟ لا، 5 اشخاص، وعن طريق ال5 اشخاص اطلع فد معادلة القي النورمال منه، يعني صح. الكنترول حتى حد طلع الكنترول راح نجي عليه لاحقا ليش احتاج الكنترول، لكن خلينا نقول الكنترول شلون طلع. الكنترول المفترض انه اخذ 20 شخص، 20 شخص ما ياخذون اي علاجات وهم سليمين ما عندهم اي مشكله صحيه. اقيس لهم البروترون بين تايم واجمع القيم مالتهم كلها واقسمها على العدد مالتهم، هنا اطلع الكنترول بالنسبه لهذه المجموعه الطبيعيه. ما توفر عندي هذا العدد، على الاقل على الاقل المفروض انه اخذ 3 اشخاص سليمين ما ياخذون اي علاجات واسوي لهم بروترون بين تايم، اطلع القيم مالتهم واقسمها على 3، هنا اخلي قيمه الكنترول. هذا بالنسبه للكنترول. بينما اختلاف قيمه البروترون بين تايم من مختبر الى اخر سبب انه جاي نستخدم انسجه حيوانيه او انسجه من مصادر مختلفه. اختلاف هذه الانسجه او مصادرها هو السبب في اختلاف قيمة البروترون بين تايم من مختبر إلى آخر. قلنا لكم في البداية كان تيشا ترومبوبلاستين مصدره هو دماغ الإنسان. فيما بعد التجأوا إلى أصناف أخرى مثل الحيوانات، يعني استخدموا الأرانب يأخذون نسيج من أدمغة الأرانب أو من الرئتين. فاختلاف مصادر التيشا ترومبوبلاستين هو السبب في اختلاف قيمة بروترون بين تايم من مكان الى اخر. دكتور جاسم العفو، يعني قصدك الكت المستخدم هو اللي سبب في اختلاف النتائج. هو الكت المستخدم، لان كل كت المصدر مال الترومبوبلاستين مالته مختلف، مو شرط انهم نفس المصدر. انا فهمت السؤال بالبدايه، حسب بالي يقول انه اختلاف الكنترولات من مختبر الى اخر، فقلت لك طبعا الاشخاص يعني. فهسه من مو خلال الكنترول، ما اقول الكنترول هنا، اقول التيشرت ترومبوبلاستين، النسيج اللي انا جاي استخدمه للاختبار هو نسيج من مأخوذ من كائن حي، قيمته راح تختلف من كائن إلى آخر أيضا، أو من مصدر المأخوذ منه سواء كان من الرئة أو من الدماغ أيضا راح يكون مختلف. فهذا جاي يعطيني قيم مختلفة للبارشا ترومبوبلاستين. بالضبط، شكرا. ايش سووا حتى يتخلصون من هذا الاختلاف حتى تكون القيم موحدة؟ شافوا لهم معادلة اللي هي القيم الطبيعية الدولية للبروترون بين تايم. هاي المعادلة شنو هي؟ المعادلة هي انه البروترون بين تايم، قيمة البروترون بين تايم للبيشنت اللي انا طلعته، خلينا نقول انه انا طلعت القيمة 13، وعندي البارشال ترومبو عفوا عندي البروترون بين تايم النورمال اللي هو كنترول اللي انا ماخذه سواء كان من 20 شخص او على الاقل قلنا 3 اشخاص او مثل ما قال ابراهيم 5 اشخاص طبيعيين، اسوي لهم بروترون بين تايم ايش قد عددهم، اقسم القيم اللي طلعت على هذا العدد واحسب البروتون بين تايم طبيعي. هنا قسمت القيمه مالت البروتون بين تايم للبيشنت على الكنترول ومرفوعه القوه للاس اللي هي الانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس. هذه القيمه ايضا الشركه المصنعه للكيت هي اللي بتنطيني اياها، تختلف هذه القيمه ايضا من كيت الى اخر. كيت ينطيك اياها 1، كان يعطيك اياها 1.5 او الرينج مالتها من 1 الى 2. هذه القيمة هي اللي توحد لك قيم البروترامبين المختلفة من مختبر إلى آخر. يعني هسه الطبيب من يطلب البروترامبين تايم ما راح يطلبه هو وحده، لازم يكون وياه الاي ان ار، هو راح يمشي على قراءة الاي ان ار. القيم الطبيعية اللي هي البروترامبين تايم قلنا هو 11 إلى 16 ثانية، لكن هذه النسب ممكن تختلف أيضا من مصدر الى اخر. لكن القيمه الطبيعيه للاي ان ار هي من 0.8 الى 1.2، اذا كان قيمه الاي ان ار ضمن هذا الرينج معناه انه هذا الشخص طبيعي ما عنده مشكله. لكن هذه القيم ممكن تختلف في حاله انه الشخص جاي ياخذ علاج بمميعات الدم، مواد مانعه للتجلط. ايش قد راح تكون القيمه الطبيعيه لها؟ راح تكون 2 الى 3.
لكن اذا كان هذا الشخص يا عنده صمام قلبي او نسوي له زراعه صمام في القلب، راح تكون النسب مالته 2 الى 5 او 2.5 عفوا الى 3.5، هذه القيمه الطبيعيه للاي ان ار. زين، اذا كان قيمه الاي ان ار اكثر من 3.5، شو اللي ممكن يصير في هاي الحاله؟ شنو الاحتماليات اللي ممكن تصير؟ قيمة الـ INR أكثر من 3.5، هذا الشخص معرض لشنو؟ معرض للجلطة؟ تجلط؟ مو معرض، إذا كان أكثر من 3.5 إحنا هذا عنده مشكلة بالكلوتينج، يعني معناها انه معرض انه يصير به نزف، هذا ممكن انه يتعرض الى نزف، يعني بدون سبب ممكن يصير عنده نزيف لان عنده نقصان ب كلوتينج فاكتور او مشكله بعوامل التخثر اللي تخص هنا المسار الخارجي والكمان فتوار. زين، اذا كانت القيمه مالته اقل من الحد الطبيعي هنا معرض لشنو؟ اذا كان القيمة عالية معناها معرض لنزف، لكن إذا كان قيمته أقل من الحد الطبيعي محدود شنو؟ معرض للجلطة، هذا معرض لحدود جلطة. فرق بيناتهم، نسبة أعلى من الحد الطبيعي هذا معرض للنزف، أقل من الحد الطبيعي معرض لحدود جلطة. خاصة دول اللي زارعين صمامات، دول الاكثر اللي يكونون معرضين للجلطه اذا كان النسب مالته اقل من الحد الطبيعي لها، يعني اقل من 2.5 هنا ممكن دول الاشخاص تصير تجلط. تفسيرات زياره البروتون بين تايم او الاي ان ار بشكل عام راح تزداد في حاله اذا كان عندي خلل بشكل رئيسي في العامل السابع، لان هو جاي يقيس المسار الخارجي. العامل السابع هو العمر النصفي مالته قصير، وايضا يتطلب العمل مالته وجود في فيتامين كي. تذكرون بالمحاضره السابقه قلنا يا عوامل التخثر تتاثر بفيتامين كي؟ اي عوامل تجلط تتاثر بوجود فيتامين كي؟ احفظوها كشكل رقم 1972 و10. هسه عرفتم خلال هذه اي عوامل؟ 1927 مره صح، وبالاضافه الى العامل العاشر ايضا، يعني العامل الأول والتاسع والثاني والسابع والعاشر. البروترامبين تام راح يكون أطول من الحد الطبيعي أيضا في حالات أنه كان الشخص يأخذ علاجات مميعة للدم أو مضادة للتجلط. إذا كان أكو نقص في فيتامين كي أيضا راح يكون زمن البروترامبين تايم طويل. فيتامين كي ممكن يكون اكو قصور به نتيجه سوء امتصاص من الامعاء، او مثل ما تعرفون انه النورمال فلورا او البكتيريا النورمال فلورا الموجوده في الامعاء هي تصنع ايضا فيتامين كي، مثل الاشريشيا كولاي او الايكولاي هي تكون احدى مصادر تصنيع فيتامين كي بالامعاء. فاذا صار مشكله بالمستعمرات البكتيريه معناه راح يصير نقص فيتامين كي، وكذلك اذا كان اكو سوء امتصاص ايضا راح يصير نقصان بهذا الفيتامين. احنا ذكرت لكم العوامل اللي راح تتاثر بالفيتامين كي هو الثاني والسابع والتاسع والعاشر بالاضافه الى العامل الاول ايضا. اذا كان اكو قله بتصنيع العامل الثاني، العامل السابع عفوا، العامل السابع اللي تم تصنيعه بالكبد، نقصان هذا العامل معناه اكو مشكله بالكبد، سواء كان هيباتايتس التهاب الكبد او سيروسيس تشمع الكبد. زين،
التصنيع مالت العامل السابع طبيعي، لكن اكو مشكلة ايضا بزمن البروترامبين، معناه انه اكو استهلاك ايضا عالي لهذا العامل. استهلاكه وين راح يكون؟ في حالة انه جاي يصير جلطات داخل الاوعية الدموية disseminated intravascular coagulation او تجلط الدم داخل الوعاء داخل الاوعية الدموية ويكون منتشر باوعية مختلفة. ايضا قلنا انه البروترامبين تايم مو فقط يقيس العامل السابع فعالية العامل السابع، لا، هو يتدخل اذا كان اكو نقصان في العامل العاشر وكذلك العامل الثاني والخامس والاول. العامل العاشر راح يتنشط بفعل معقد من العامل الثالث والسابع، والعامل العاشر راح ينشط العامل الثاني بوجود العامل الخامس. بالعامل الثاني هذا راح ينشط العامل الاول. هذا بالنسبة للبروترامبين تايم. الاختبار الآخر هو partial thromboplastin time أو أيضا يسموه بالactivated partial thromboplastin time، يختصروه بالPTT أو الAPTT. نسميه partial thromboplastin time لأن بهذا الاختبار ما نستخدم الثرومبوبلاستين، نستخدم مكانة فوسفوليبيد لتنشيط المسار الداخلي. البروترامبين تايم كان خاص بالمسار الخارجي، بينما البارشال ترومبوبلاستين هو خاص بالمسار الداخلي الانترنسينج باثواي. تنشيط هذا المسار في داخل الجسم يتم في حاله انه الدم تعرض للكولاجين نتيجه حدوث تمزق داخل الاوعيه الدمويه، لكن مو جرح بالوعاء، مجرد انه البطانه الداخليه للاوعيه خلينا نقول تنجلخ بهذا المصطلح، راح تطلع الالياف الكولاجين. هذه الالياف الكولاجين هي اللي راح تحفز تنشيط عوامل التخثر، او قلنا ايضا في المحاضره السابقه انه الزجاج ايضا ينشط هذا المسار داخل المختبر. ممكن النشط داخل المختبر ايضا باضافه مواد اخرى مثل الكيلين وكذلك الفوسفوليبيد. المسار الداخلي يتنشط من يتنشط العامل الثاني عشر، يعني نحن هدفنا انه ننشط العامل الثاني عشر. العامل الثاني عشر ينشط الحادي عشر، والحادي عشر هو اللي راح يبدي ينشط العامل التاسع. العامل التاسع بوجود العامل الثامن الفعال راح ينشط لي، والكالسيوم والفوسفوليبيد راح ينشط لي العامل العاشر. يعني الفوسفوليبيد اللي انا راح اضيفه راح يساعدني ايضا في تنشيط العامل العاشر بمساعده العامل التاسع. يعني اذا اجي هسه انه اقول البارشال ثرومبوبلاستين يحدد لي فعاليه اي عوامل تجلط، راح اقول من البدايه العامل الثاني عشر، العامل الحادي عشر، العامل التاسع بالاضافه الى العامل الثامن، وايضا العوامل اللي تخص المسار الشائع اللي كمان فات واي اللي هو العاشر والخامس والثاني والاول. نحن ليش نستخدم التيوب اللي تكون بها صوديوم ستريت؟ ليش ما نستخدم تيوب بها اي دي تي اي؟ ما حتى الكالسيوم لازم يكون لايت. شلون؟ ما الاي دي تي اي يضبط عمليه يعني كالسيوم، الكالسيوم يفيدنا بعمليه التخثر. زين الصوديوم ستريت ما يحجز لك الكالسيوم؟ ما اصور ياثر الكالسيوم، لا. لا شلون الصوديوم ستريت يمنع عمليه تجلط؟ ما في. ابراهيم محمد. نعم دكتور. ليش نستخدم الصوديوم ستريت؟ ما نستخدم الاي دي تي اي؟ لان الاي دي تي اي هو بيسوي كليكنج للكالسيوم، بس ما اعرف ليش انه السبب الرئيسي ما عندي معلومه. زين اكو بعد
اعتقد انقطع النت يا دكتور. أنا أعتذر، طفت الكهرباء يا أمي. تسمعون صوتي هسه؟ اسمع دكتور، نسمع انقطع الصوت ورجع هسه. طلعت تسمعون صوتي؟ اسمع دكتور، واضح دكتور جاسم صوت. تمام. قبل لا تنطفي الكهرباء قلنا إنه ليش نستخدم الصوديوم سيتريت ما نستخدم غير كيس تيوب؟ لا، اذا استخدمنا الاي دي تي اي، الاي دي تي اي عمليه منع تجلط اللي يتم من خلاله انه راح ترتبط بايونات الكالسيوم، يعني تشيل ايونات الكالسيوم وتمنع تكوين قطره دمويه. نفس الشيء، نفس مبدا العمل بالنسبه للصوديوم سيتريت، لكن الفرق شنو؟ انه بالاي دي تي اي ايونات الكالسيوم من تنشال ما راح تقدر ترجعها بعد، بينما بالصوديوم سيتريت لا، ممكن ترجع عمليه تكوين الخطة الدموية هنا بإضافة أيونات الكالسيوم. أكو صوت مو هسه؟ ايوه واضح. شو وقت نسوي اختبار البارشال ثرومبوبلاستين تايم؟ في حالة انه اذا كان البيشنت ياخذ علاج الهيبارين حتى ننظم جرعة الهيبارين اللي ياخذها هذا البيشنت، او في حالة انه نريد نبدل الهيبارين بمانع تجلط اخر يستمر لفترات اطول. بهاي الحالة نحتاج انه نحدد قيمة البروترومبين تايم والبارشال ثرومبوبلاستين تايم مع بعضهم. ايضا في حالات انه اذا كانت المرأة الحامل تتعرض إلى إجهاضات بشكل متكرر، نحدد لها أيضا البارشال ثرومبوبلاستين تايم، لأن ممكن أنه جاي يصير بها أكو كلوتينج أو جلطات دموية داخل الأوعية الدموية، تسبب انسداد بالأوعية الدموية، بالتالي جاي يصير إجهاض للأجنة مالتهم، خاصة إذا كان أكو عندهم الفوسفوليبيد أنتيبادي، أجسام مضادة ضد الفوسفوليبيد، دولة يكونون معرضين لتكوين خطة دموية داخل الأوعية الدموية، وبالتالي تسبب اجهاض. ايضا نحن نستخدم الاي بي تي تي او الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم والبروترومبين تايم بين الاختبارين قبل العمليات الجراحيه بشكل روتيني، حتى نقيم انه ممكن انه تصير مخاطر لحدود نزف او لا. مبدا عمل هذا الاختبار اللي قلنا انه البارشال ثرومبوبلاستين تايم العلاقة بالمسار الداخلي، يعني هو خاص بالمسار الداخلي من مسار عملية تكوين الخطرة الدموية. بعد ما يتم تنشيط عوامل التخثر الموجودة بالبلازما، راح نضيف فوسفوليبيد وكلوريد الكالسيوم. فوسفوليبيد عفوا بالبداية إضافة مواد تنشط مسارات التخثر أو عوامل التخثر، هي نخصب بها المسار الثاني عشر والمسار الحادي عشر، لأن العاملين يتنشطان ب أو العامل الثاني عشر يتنشط بالملامسة هنا بوسط آخر، نحن راح نقول شنو اللي راح نضيفه لاحقا، وبالإضافة إلى أنه العامل الثاني عشر راح ينشط الحامل الحادي عشر بدون عوامل مساعدة هنا. لهنا راح تتوقف العملية إذا ما ضفنا كلوريد الكالسيوم والفوسفوليبيد، ما راح تستمر عملية تكوين الخطرة الدموية. فبالتالي واحدة من العمليات مكملة للأخرى. نحن سميناها partial thrombopoietin، قلنا أنه لأن ما راح نضيف الثرومبوبلاستين ما راح نضيف العامل الثالث، لهذا راح نسميه بالpartial thrombopoietin. نحن بدل ذلك جاي نضيف الفوسفوليبيد. أي خلل بالمسارات او العوامل الموجوده ضمن المسار الخارجي راح يتم تحديدها بالبارشال ثرومبوبلاستين تايم.
بالبداية عينة البلازما راح نحضنها أو نخليها بالإنكيوبيتر على درجة حرارة 37 مع كونتاكت أكتيفيتر مع منشط اللي هو قلنا إنه يتم تنشيط بملامسة هنا بسطح آخر، ملامسة سطح آخر مثل الكايلين أو السيليكا، ذن المادتين اللي ممكن نضيفها حتى ننشط العامل الثاني عشر. هنا قلنا انه اذا تنشط العامل الثاني عشر راح يتنشط معاه او ينشط العامل الحادي عشر، يحوله من عامل حادي عشر غير فعال الى عامل حادي عشر فعال. الارقام اللي يستخدموها لعوامل التخثر هي ارقام لاتينيه، فمن تشوفون يم الرقم اللاتيني حرف الاي معناها انه هذا العامل صار اكتف. اي هي اختصار لحرف الاول من كلمه الاكتف. هنا بعد ما تنشط عندي العامل الحادي عشر احتاج اضيف ايونات الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم بالاضافه الى الفوسفوليبيد حتى يتحول عندي او ينشط لي العامل الحادي عشر العامل التاسع، والعامل التاسع بوجود الفوسفوليبيد والعامل الثامن راح ينشط لي العامل العاشر، وتستمر العمليه بتكوين الخطره الدمويه في الاخير. المسار الشائع بالمسارين هم واحد يبدا من العامل العاشر الى تكوين الفابرين من الفابرونوجين. جمع العينة هي نفس طريقة جمع عينة الدم بالبروترومبين تايم، انه لازم اخلي او اجمع الدم بتيوبة بها صوديوم ستريت وللحد المعين. زين اذا انا ما عندي هاي التيوبة شلون اقدر اجمع الدم بتيوبة صوديوم ستريت؟ ايش قد النسبة اللي احتاجها من الصوديوم ستريت مقابل الدم؟ هي 9 إلى 1، 9 أجزاء دم مقابل جزء واحد من الصوديوم ستريت. يعني اذا انا ما اريد استخدم التيوب اللي الغطاء مالتها باللون الازرق، انا عندي محلول الصوديوم ستريت بالمختبر وانا اريد اضيف الاضافات نفسها، انا اضيف كميه من الانتي كواكولنت كانت تكون نص من اللتر وراح اضيف مقابلها 4.5 من اللتر من الدم. هنا صار عندي نسبه 9 إلى 1 دم الى الانتي كواكولنت. الريجنت اللي انا استخدمها هي الفيالا اللي تجي، هي عباره عن R1 بها ريجنت مجفف مجمد، والاضافه مالته هو شنو؟ السيفالين، هي الفوسفوليبيد ماخوذه من الانسجه الدماغيه للرابط من المخ الخاص بالارانب، بالاضافه الى ماده الكايلين. الكايلين اللي تنشط العامل الثاني عشر، والسيفالين اللي هو الفوسفوليبيد لتنشيط العامل العاشر بمساعدة العامل التاسع، وكذلك أيونات الكالسيوم. بالاختبار مع البروتروبين تايم شفنا أنه الترامبوبلاستين والكلوريد الكالسيوم إضافتهم مع بعض هم عبارة موجودين بعلبة واحدة وأضيفهم إضافة واحدة. هنا لا، هنا في البداية لازم أضيف الرياجنت وبعدين أضيف كلوريد الكالسيوم بخطوة ثانية. يعني البروسيجر ان انا راح اخلي الكلوريد الكالسيوم هي تجي فيالا تركيز مولارتي مالتها 25 بالالف، اخليها بدرجه حراره 37، بعد ذلك اجيب الريجنت الخاص بالبروترومبين تايم اللي شرحنا المحتويات مالته اللي هي سيفالين والكايلين، راح اخليها ايضا بالووتر باد على درجه 37، راح اخذ منه 0.1 يعني 100 مايكرولتر، اخليها بالتست تيوب، وايضا راح اخذ 100 مايكرولتر او 0.1 مللتر من البلازما الخاصه بالبيشنت، او اذا كنت استخدم كنترول اخذ البلازما الخاصه بالكنترول ايضا، اخليها ايضا بتست تيوب اخرى واخليها بدرجه حراره 37، امزج الخليطين مع بعض واتركهم بدرجه حراره 37 لمده 3 دقائق، يعني 100 مايكرولتر من الريجنت الخاص بالبروترومبين تايم البارشل ترومبوبلاستين تايم و100 مايكرولتر من البلازما، امزجهم اخليهم بالووتر باد على درجه حراره 37 لمده 3 دقائق. هنا الغرض من هذه الاضافه مع بعض والحضن مع بعض هي حتى يتنشط عندي العامل الثاني عشر وينشط لي العامل الحادي عشر فقط لهذه الخطوه هنا. بعد ذلك راح اضيف كلوريد الكالسيوم، الكميه اللي راح اضيفها هو 0.1 مللتر من كلوريد الكالسيوم اللي هو انا اصلا مخليه بدرجه حراره 37. بمجرد انه اضيف كلوريد الكالسيوم اشغل ساعه الايقاف واحسب ايش قد راح تستغرق ظهور الخطره. ظهور الخطره هي غالبا راح يستغرق من 30 الى 45 ثانيه. هذا بالنسبه للبارشال ترومبوبلاستين تايم. ايش وقت يكون البارشال ترومبوبلاستين تايم
اعلى من الحد الطبيعي في حاله انه كان البيشنت ياخذ مميعات دم مثل الهيبارين، او اذا كان عنده مرض تكوين الخطرات الدمويه داخل الاوعيه الدمويه اللي هو disseminated intravascular coagulation DIC، هذا ممكن يسبب ايضا البليدنج والكلوتينج تكوين خطره دمويه ايضا. يرتفع ايضا البارشال ترومبوبلاستين تايم في حاله اذا كان عندي خلل باي عامل من العوامل اللي تدخل ضمن المسار الداخلي والمسار الشائع، يعني اذا كان عندي خلل بالعامل الثامن اللي هو الهيموفيليا، او خلل بالعامل التاسع الهيموفيليا اي هو العامل الثامن الهيموفيليا بي اللي هو العامل التاسع، او عندي خلل بالعامل الحادي عشر او خلل بالعامل الثاني عشر. مو فقط دني، اذا كان عندي خلل بالمسارات المسار الشائع ايضا، يعني من العامل العاشر والعامل الثاني والاول والخامس دني ايضا راح يسبب زياده بالبارشال ترومبوبلاستين تايم. يزداد البارشال ترومبوبلاستين تايم ايضا في حاله انه اذا كان الشخص عنده هيموفيليا، يعني عنده نقصان او غياب لهذا العامل بشكل كامل اللي هو يعتبر عامل مساعد في تنشيط العامل العاشر بالإضافة إلى الفوسفوليبيد وقيمة الكالسيوم. أكو بعض الأمراض أيضاً تسبب زيادة في البارشال ترومبوبلاستين تايم، كون هي جاي تكون الأنتيبادي ضد الفوسفوليبيد الموجود بالدم. الأنتيبادي اللي راح يتفاعل مع الفوسفوليبيد أيضاً راح ينشط مسارات التجلط وتكون خطرة دموية داخل الأوعية الدموية. من هذه الأمراض هي الدائبة الإحمرارية، وكذلك في حالات الإشهادات المتكررة دني أيضا ممكن تصير بها، أو متلازمة أيضا يسموها أنتيفوسفوليبيد أنتيبادي سيندروم، متلازمة الأشعة المضادة للفوسفوليبيد ومتلازمة دائبة الإحمرارية. في حالة إذا كان عندي أمراض بالكبد، معناها عندي نقصان بتسنين عوامل التخثر، ايضا راح يصير عندي البارشال ترومبوبلاستين تايم اكثر من الوقت الطبيعي. نحن لهنا خلصنا المحاضره، راح اشوفكم فيديو عن هذا الاختبار. طبعا قلنا التراكيز اللي يستخدموها تختلف من مختبر الى اخر او باستخدام كيت الى اخر. نحن قلنا اول شيء لازم نجمع الدم بتيوبة تحتوي على صوديوم سيترات، نسبة الدم الى الانتيكواجولانت هي 9 الى 1، وهي غالبا مؤشر على التيوبة النقطة اللي لازم يوصل لها الدم، ما تعبرها دون ما تحسب الكمية، توصل الدم الى هذه النقطة فقط وتخليها بالسنتريفيوج حتى تحصل على الفلازما. نحن قلنا انه التيشو ترومبوبلاستين او العلبه مالت الخاص الاختبار الخاص بالبروترومبين تايم، الترومبوبلاستين مرات يجي بعلبه واحده بشكل منفصل عن كلوريد الكالسيوم، ومرات لا يجي انه الاثنين ممزوجين مع بعض، يعني تكون اضافه واحده بهاي الحاله. تحتاجون بايبت 100 و200 مايكروليتر. نحن قلنا ان كميه البلازما اللي ناخذها هي 100 مايكروليتر، وكميه الترومبوبلاستين او الريجنت وركينج ريجنت هو 200 مايكروليتر. ساعه الايقاف موجوده بكل مختبر، اذا ماكو كل موبايل بساعه ايقاف تقدر تستخدمها لاجراء هذا الاختبار. ايضا تحتاجون الووتر باد وتضبطوه على درجه حراره 37، ترى ماكو صوره، ماكو صوره للفيديو؟ لا لا، بس من كان بيدك اليوتيوب مال النسبه انقطع قطعه الصوره. راح اوقف المشاركه واشاركها مره ثانيه.
موجودة الصورة دكتور؟ هسا اكو؟ موجودة؟ دكتور موجود الفيديو كان شغال يعني. كان شغال. ها تمام. هو المشكلة يا ماي دايت. الاختبار الاضافات مالته كلش بسيطة لكن يحتاج دقة بالعمل لان الزمن جاي تقيسه بالثواني. يعني من 11 الى 16 ثانية صار عندك فلوت لازم تكون حذر بحساب الوقت. طبعا النقطة الأهم هي أثناء سحب الدم، يعني تكون تسحب الدم بشكل سريع وبدون ما تجرح الأنسجة الخاصة بالبيشنت، لأن ممكن يصير عندك مايكرو كلوت وتنطيك نتائج خطأ أيضا إذا كان السحب مو تمام. هاي تكون الاختبار كله بدرجة حرارة 37، المفروض الإضافات مالتك تكون كلها داخل الوتر باد. يعني أنت حضنت المادتين بالوتر باد حسب إيش قاعد يقول لك الكت. نحن قلنا 15 دقيقة اللي بالنسبة للوركينج ريأجنت يكون بدرجة حرارة 37، أو الكت يحدد لك 5 دقائق أو 10 دقائق أنت راح تقيد بها لأن هي على أساس تنطيك النتائج الدقيقة. الإضافة هي 200 مايكرولتر من الترومبوبلاستين أو الـ 0.2 مللتر من الترومبوبلاستين. تضيفها على البلازما وتحسب إيش قد راح تستغرق الفترة حتى تظهر الخطر الدموية في هذا الشكل. أكو يخلون بها مثل الغرزة صغيرة يخلوها بالتيوبة حتى يشوفون إنه هاي الغرزة بس توقف الحركة مالتها معناه إنه صارت عندي الخطر الدموية وأوقف ساعة الإيقاف، أو أنت تعتمد على العين المجردة حتى تشوف إنه تكونت الخطرة وتوقف ساعة الإيقاف هنا. تشتغل الاختبار للبيشنت وللكنترول ايضا بنفس الوقت. طبعا هذا المحلول انه ممكن حسب الباند كتاب انا قريت بها انه ممكن يبقى اسبوع بدرجه حراره 8، يعني باب الثلاجه تخليها لمده اسبوع. اكو يقول لك لا انه 12 يوم يكون فعال. فانت بكل اختبار تسويه لازم تشتغل البيشنت والكنترول بنفس الوقت. يعني مو انت اشتغلت بالبدايه ما فتحت الكيت للكنترول ومشيت هذا الكنترول على الاختبارات اللي جاي تسويها على الكيت بالايام الجايه همين. نفس الإضافات على كل تيوبات تيست وكنترول. هذا جاي يشتغل الكنترول حتى طلع الـ INR بالأخير. هذا للكنترول طلع عنده بعينتين كنترول. هو هذا اشتغل 16 طلع مرة وطلع 14 المرة الثانية أو بالعين الثانية. جمع الاثنين وقسم على اثنين طلع 15 ثانية. بينما اشتغل عينتين؟ هو هنا استخدم عينتين، نحن كنا اقل شيء استخدم ثلاثة. حتى تكون مضبوطة استخدم ثلاثة كنترول، حتى للبيشنت هنا هو مشتغل عينتين. يعني مرة طلع عدة للبيشنت 14 ومرة طلع 15، قسمهم على اثنين طلع عدة 14 ونص.
فهسه هو ايش مفروض حتى يطلع الاي ان ار ايش يسوي؟ يقسم هاي النسبة اللي هي 14.5 على 15 للكنترول، ايش قاعد تطلع؟ يرفعها للاس الاي اس الاي اس اي اللي تنطيه الشركة ايش قاعد قيمته. بالنسبة للاي ان ار القيمة اللي راح تطلع يعني من قسم البي تي للبيشنت على الكنترول راح تطلع عندك رقم معين، هاي النسبة بين البيشنت والكنترول. اما انه تحول هذا الرقم الى نسبه مئويه ويجيك من الشركه ورقه بها القيم، هاي الورقه صورتها انا بس هي مو واضحه كلش، بس خلت تطلع الشركه تنطيك القيمه مع الاي اس اي، هاي الاي اس اي هنا طالع 1.63، يعني كل كيت راح تلقون انه هاي القيمه تختلف من كيت الى اخر، لكن هي هاي اللي جاي توحد قيم الاي ان ار او قيم البروترون بين المختلفه بين المختبرات. فانت تشوف انه مثلا عندك حولتها الى نسبه مئويه طلع عندك 82، تشوف انه انت بدل ما تسوي المعادله الحسابيه لا راح تيجي تقارن هاي ال 82 اللي طلعت عندك ايش قد توافقها الاي ان ار قيمه الاي ان ار وتكتب هاي النتيجه، او انه يطلع لك قيمه البروترون بين وتقارنها ايضا مع الاي ان ار وتطلع عندك النسبه، هاي النسبه مالت البيشنت و الكنترول، النسبه مالتهم تطلع بهذا الشكل او تحولها لنسبه مئويه وتقارنها مع الاي ان ار، يعني كل كيت موجوده مرفقه بهاي القائمه، انت تقارن مع هاي القائمه. طبعا كل اللي شرحناه هو بالنسبه للعمل اليدوي، لكن حاليا اكو اجهزه الكترونيه ايضا انه مجرد انه تنطيها الاضافات وهي راح تقرا لك اياها النتيجه. اكو حتى ياخذ الدم الكابيلاري، لكن ما اعرف مدى دقه هاي الاجهزه، انه حتى الدم اللي من الكابيلاري هو مباشره تنطي قطره من الدم مثل تحليل السكر ينطي قيمه الاي ان ار والبروترون بين تايم. حتى السنترفيوج الوقت اللي يستغرقه وعدد الدورات هذه هم تختلف من كيت الى الاخر. المعلومات اللي انا اخذتها من كيت كانت تقول انه 2500 دوره لمده 10 دقائق، كيت اخر يقول لا 2500 دوره لمده 15 دقيقه. هسه هذا الكيت مالته جاي يقول لا انه 15 دقيقه و3000 دوره بالدقيقه. حتى تفصل البلازما بهاي الحاله. زين برايكم ليش جاي يزود فتره السنترفيوج حتى يعزل البلازما؟ اذا نحن استخدمناها مختبريا ممكن خلال 3 دقائق او 4 دقائق نفصل البلازما، ليش جاي يطول الوقت؟ اكو احد يعرف؟ اقتراحات ترسب الفاكهات او الانزيمات اللي ممكن تاثرنا على عمليه التخثر؟ مو انزيمات، اكو شيء يريد ينزل جواب بحيث انه تكون باقل عدد ممكن من هذه المحتويات داخل البلازما. طبقه البوفيكوت بليتليت بور بلازما، سمعتم بهذا المصطلح؟ بالنسبة لهذا الكيت الإضافة مالته هو 50 مايكرولتر من البلازما وراح يقابلها 100 مايكرولتر من الوركينج ريجنت اللي هو الترامبوبلاستين بالإضافة إلى الكالسيوم كلورايد. إذا أجت النسب مختلفة مثلا إجاك إنه بالكيت إنه الترامبوبلاستين وكلوريد الكالسيوم منفصلين عن بعض، ايش راح يسوي بالاضافات بهاي الحاله؟ اذا كان هو الكيت مالتنا كان 100 ب 200، لا بحاله اذا كان منفصل تاخذ 100 ب 100 ب 100،
يعني 100 من البلازما، 100 من الترومبلاستين، 100 من كلوريد الكالسيوم. لكن إذا هم مدموجين لا، 100 بلازما 200 ترومبلاستين أو working reagent اللي هو عبارة عن ميكشر من الترومبلاستين والكالسيوم كلورايد. هنا بمجرد ما تضيف التيشو ترومبلاستين على البلازما تبدي تحسب الوقت، وخليها قلنا أنه يفضل أول 8 ثواني تخليها بالووتر باد على جرحها 37، وبعدها تقدر تطلعها أو تحركها وترجعها إلى داخل الووتر باد إلى أن تشوف تتكون الخضرة بهذا الشكل. هنا تكونت عند الخطرة خلال 14 ثانية. حتى يحسب الـ INR راح يقسم قيمة البروترومبين للبيشنت على الكنترول اللي عنده ويرفعها للـ OS مات الـ ISI. إيش قاعدة تنطيق القيمة؟ الشركة المصنعة للكيت تنزلها. وهي ما يحتاج انه انت تدوخ نفسك بها قلنا بالعمليه الحسابيه او بالمعادله، لا، انه مباشره ايش قد طلع عندك النسبه المئويه مالت الكنترول على البيش على الكنترول، روح قارنها بالجدول وشوف ايش قد تقابل نسبه الاي ان ار. واذا تريد تحسبها بالموبايل ايضا عندك بالحاسبه رمز اكس واي فوقاتها، الاكس هو النسبه مالت الكنترول البيشنت على الكنترول، ايش قد تطلع عندك الرقم، نزل هذا الرقم، والواي من تضغط على الاكس وواي ارفع القوة ايش قد الاي اس اي القيمه اللي تنطيك اياها الشركه، تطلع مباشره القيمه المضبوطه للاي ان ار. بالنسبه للاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم، هنا راح تكون عندي الاضافتين، الاضافه الاولى هو حتى انشط المسار الداخلي عفوا اللي هو الثاني عشر العامل الثاني عشر والحادي عشر، الإضافة الثانية حتى يتنشط عندي العامل التاسع والعاشر وبالتالي تتكون عندي القطرة بالأخير. بالبارشال ترومبوبلاستين الريجنت راح يتبع الفوسفوليبيد والكلوت اكتيفيتر. الكلوت اكتيفيتر قلنا ممكن تكون السيليكا أو ممكن تكون الكايلون أو أي مادة أخرى منشطة. أول خطوة انه لازم الكالسيوم كلورايد نخليه بالووتر باد على درجة حرارة 37. وبعدها راح اضيف البلازما 100 مايكرولتر او 0.1 مللتر من البلازما للبيشنت، اخليها بتست تيوب واضيف عليها حسب القيمة اللي تحددها الكيت 100 مايكرولتر ايضا من الاكتيفيتر البارشال ترومبوبلاستين ريأجن. نحن قلنا نسميه بالبارشال لأن ما يحتوي على الترومبوبلاستين، ما نضيف على الترومبوبلاستين، نضيف فقط ريأجن بفوسفوليبيد مكان الترومبوبلاستين. هسه هذا المزيج راح نمزجه لمدة 3 دقائق، هذا البروسيجر نفس اللي نحن شرحناه، نفس الكيت مالتنا 3 دقائق درجة حرارة 37. بعد ذلك جيب 100 مايكرولتر من الكلوريد الكالسيوم اللي أنت أصلاً مسبقاً مخليه بالووتر باد وضيفه. بمجرد تضيف كلوريد الكالسيوم احسب ساعة الإيقاف وش قد راح يستغرق ظهور أو تكوين الكلوت. الميكسين كله جاي يسويها بالووتر باد حتى تكون التفاعل او يكون التفاعل بدرجه حراره 37 اللي هي درجه حراره الجسم. هنا طلع عدد ظهور الخطره الدمويه خلال 36 ثانيه اللي هو زمن البارشال ترومبوبلاستين او زمن البروترومبين الجزئي. اكو حتى سؤال او اي استفسار؟ لا
إذا ما عندكم سؤال أنا عندي سؤال. ما حد عنده سؤال؟ شنو مصادر الخطأ اللي ممكن تصير بالبروترومبين تايم والبارشال ترومبوبلاستين تايم؟ مصادر الخطأ عند دول إياها؟ حسب ما انتبه على الكلوت إنه صارت. شلون عبد الملك؟ دكتور ما انتبه على الكلوت إنه صارت. ما انتبهت، هاي واحدة من مصادر الخطأ. دو عموما درجة حرارة الوتر باتها. ما درجة حرارة أمينة صح. انتباه على الوقت درجة حرارة. تمام كلنا صح. بعد الإضافات غير دقيقة مضبوطة أيضا صحيحة. سحبت الدم بغير تيوب ما بالستريت. هاي إذا ما راح تنطق نتائج خطأ أكيد يعني ما تنطق نتائج أو بالأخير ما تتكون عندك فترة صح. بعد الرياجنت اللي أنا استخدمته ما كان مضبوط بالتالي ممكن ما ينطيني وقت مضبوط أيضا. ثم من خلال فهمكم تقدرون تحددون شنو مصادر الخطأ اللي تصير وإجاباتكم كلها ممتازة. شكرا لكم جميعا. دكتور جاسم بس سؤال ممكن؟ تمام استنتظرني خلنا أوقف التسجيل.